احنا هنا في تريغوريا موقع التمرينات نادي روما. انا سعيد جدا بتواجدي هنا، دعوه من الاتحاد الايطالي لكره القدم اياك، نحضر تدريبات على الفريق العظيم، نشاركهم في اسبوع كامل كيف يحضرون لاعبينهم، كيف يستعدون للمباراه، طبعا المحاضرات التكتيكيه مع كلاوديو رانيري، كل هالاشياء تعلمنا كثير اشياء. وانا هنا طبعا ايضا احاول مع اياك مع الاتحاد الايطالي للمدربين، اعمل بعض البرامج حق المدربين العمانيين يستفيدون منها في المستقبل، بالتنسيق ان شاء الله بيكون مع الاتحاد العماني لكره القدم، كيف المدرب يساعد مدربيننا شباب يحصلون فرص احسن. وانا كثير يعني سعيد وتواجدي مع روما العظيم.